خليني اعود ليك استاذ ايمن. انت بتقول لجنه تقصي حقائق وغيره وغيره، اسرائيل خرجت والولايات المتحده الامريكيه. تخيل انت الرئيس الامريكي خرج النهارده، ودي تصريحات على فكره انا جايبها من واشنطن بوست اهي وطابعها، لان انا كنت مهتم جدا هم هيلعبوا ازاي على الراي العام في العالم. تعرفنا انا بقعد ايه اتفرج هم بيقولوا ايه للعالم على اللي هم بيعملوه، انا وانت فاهمين بيعملوا ايه، انما بقيه العالم انا اسف يعني الشعب الامريكي شعب جاهل بالسياسه اكيد ولا يهتم بيها، يعني هو سايبها كده وكله بالنسبه ده ارهابي، يبقى كل المسلمين ارهابي، يعني هو كده بالنسبه له. الراجل خارج يقول وهو في تل ابيب ان الدوغون قدم له ادله على ان تفجير هذه المستشفى، هو ساب كل حاجه لانه يعلم زي ما انت قلت كده ان دي القضيه الوحيده الواضحه المعالم جدا الى مرحله المحاكمه الجنائيه الدوليه. بالظبط. صح؟ بالظبط. قال ان البنتاغون الامريكي وفر له مستندات تؤكد ان ده ما تمش على ايد اسرائيل، على اعتبار ان الفلسطينيين حبوا يفجروا نفسهم، ان وان دي قنبله صاروخ فلسطيني اتضرب جوه فلسطين بالغلط من الفلسطينيين موتوا بعض يعني. رأيك ايه في تدخل رئيس اكبر دولة عشان يخرج اسرائيل من هذا المأزق امام الامم المتحدة وامام هو مجلس الامن وامام انت بتتكلم على حقوق الانسان؟ عارف حضرتك اللي بيكذب كذبة وبيصدقها وعايز الناس يصدقوها. هو بيستخدم الالة، طبعا احد اهم القوى النوع الاعلام، وحضرتك عارف كويس جدا ازاي بيستخدم الالة الاعلامية. طيب خلينا نقول انت النهارده عندك مستندات، يبقى هنعمل حاجتين وده اتجاه حقوقي 100%، هتطلع المستندات دي ولان الحدث كبير وتجاوز كبير وفي عدد كبير من القتلى المدنيين، نعمل لجنه تقصي حقائق سريعه من عدد من الخبراء بمساعده مجلس دول حقوق الانسان، ويبدا احنا نشوف ونحكم بنفسنا. لكن ما تقولش فكره معينه انت ما فيش دليل واحنا مش موجودين على الارض، خلاص كل واحد يقول اللي هو عايزه. انت النهارده تقدر الجانب الفلسطيني لو احنا طلبنا ان هو يدخل دلوقتي هيقبل ان احنا ندخل، لكن الجانب الاسرائيلي يرفض لانه يعرف انك جرائم حرب. يبقى احنا بنطلب من الجانب الامريكي دلوقتي والمجلس دول حقوق الانسان، طالما ما فيش قرار سياسي يبقى في قرار حقوقي ونقدر ان احنا نتحرك ونقوم بعمليه الرصد والتوثيق. واذا كان هذا الكلام حقيقي يعني هيكون واضح بشكل او باخر يا استاذ شيرتي. انا بس كان ليا تعليق على يعني الدكتور حامد. الدكتور حامد كان قال نقطه، هو تخاذل دولي ولكن قبله كان تخاذل اقليمي. الحقيقه احنا اخر تعاون وانت اتكلمت في المقدمه وقلت بشكل كبير جدا ان لازم يكون تحرك، اخر تحرك عربي كان في 73 وكان له مردود قوي جدا، وقدرت الدوله المصريه ان هي تستفاد من هذا التعاون. التخاذل الاقليمي بعد كده بقى فيه تخاذل دولي، واعتقد انه الجانب الاسرائيلي عنده القدره على الاستفاده من هذا التخاذل.